أخبار اليوم. المهندس الشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة الدائم. سامح شكري وزير الخارجية يلتقي وزراء خارجية الأردن وأستراليا والنرويج وألمانيا وفرنسا وإيطاليا. دكتور حسام مغازي وزير الري اجتماع اللجنة الوطنية بالخرطوم الأحد. نقل محاكمة مبارك في قتل المتظاهرين لأكاديمية الشرطة بدلا من دار القضاء. المتحدث العسكري تصفية إرهابيين وضبط مخزن المواد الغذائية بوسط سيناء. ضبط RPG وثلاثة قذائف وحزام ناسف لبشقة إرهابيين بالمعادي. الأزهر لا يوجد منصب مفتي في أستراليا وراشد ليس أزهريا. الكاتب الصحفي ياسر رزق بيان الألتراس عقلاني وأطالب إعلام بدعم مبادرة الرئيس السيسي. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة الدائم. وتضمن الاجتماع بحث سبل تنفيذ خطاب تكليف رئيس الحكومة لكونه الأساس الذي تعمل عليه الحكومة لبرنامجها الذي يتضمن كافة جهود الحكومة للعمل على توفير السلع ومواجهة الغلاء وكسر الاحتكار، حيث يأتي هذا المحور على رأس اهتمامات الحكومة في المرحلة المقبلة. وتناول الاجتماع تطوير جهود الحكومة في كافة المستويات الخاصة البنية التحتية والصحة والتعليم، وذلك في إطار حرص الحكومة على إصدار قانون التأمين الصحي والذي سيتم مناقشة صياغته النهائية، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة. ويتطرق اجتماع الحكومة لدراسة سبل العمل بشكل إيجابي اقتصاديا لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة من خلال الشباك الواحد مع المستثمرين، بالإضافة إلى زيادة الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات خلال الفترة المقبلة. هذا وترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بشأن متابعة سبل تطوير السكة الحديدية لمنع تكرار الحوادث التي تسبب في إنهاء حياة الكثير من المواطنين. كما التقى رئيس الوزراء بعدد من أعضاء مجلس النواب. يأتي اللقاء في إطار حرص رئيس الوزراء على عقد عدد من اللقاءات المتتالية مع أعضاء البرلمان من أجل التعاون بين الحكومة والبرلمان من أجل هدف واحد، وهو تحقيق الصالح العام وتوفير الخدمات والاحتياجات للمواطنين والعمل على إيجاد حلول لكافة مشكلاتهم. التقى سامح شكري وزير الخارجية على هامش مشاركته في اجتماع الوزاري لدول التحالف ضد داعش والمنعقد حاليا في روما وزراء خارجية كل من الأردن وأستراليا والنرويج وألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاءات تركزت على التطورات الإقليمية في كل من ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية واليمن، بالإضافة إلى تقييم جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب وجهود التحالف الدولي ضد داعش، حيث استعرض شكري الجهود التي تقوم بها مصر في إطار عضويتها في مجموعة العمل الخاصة بمكافحة الفكر المتطرف وانتقال المقاتلين الأجانب وتمويل الإرهاب. وتم مناقشة الوضع الأمني والسياسي في ليبيا وتداعياته الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية. قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري إن خبراء الوزارة أعضاء اللجنة الثلاثية الوطنية سينتهون من إعداد تقريرهم عن فحص العرض الفني المشترك للشركتين الفرنسيتين BRL وأرتليا بشأن دراسات تأثيرات سد النهضة على مصر والسودان خلال الأسبوع الحالي. وأوضح مغازي أن ذلك يأتي تمهيدا لمناقشته خلال الاجتماع العاشر للجنة الوطنية الثلاثية للدول الثلاث بحضور ممثلي الشركتين مع مناقشة العرض المالي المقدم منهما. ومن المقرر أن يغادر وفد المصرية إلى الخرطوم السبت 6 فبراير لتبدأ اجتماعات الجولة العاشرة في اليوم التالي وتستمر حتى 4 فبراير. قرر المستشار أحمد الزند وزير العدل نقل جلسة نظر طعن الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير والمعروفة بقضية القرن إلى محكمة أكاديمية الشرطة بدلا من محكمة النقض.
وكانت هيئة محكمة النقض التي تنظر الطعن أبدت اعتراضها على عقد الجلسة في أي مكان غير مستقل، ومن هذه الأماكن مقر أكاديمية الشرطة. نشر صفحة المتحدث العسكري على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك العميد محمد سمير اليوم الأربعاء تفاصيل تصفية قوات الجيش الثالث الميداني لأحد عناصر الإرهابية وضبط عدد من الأسلحة معه. وقالت الصفحة إنه في إطار استمرار جهود القوات المسلحة في أعمال التمشيط والمداهمة لمناطق تجمع البؤر والعناصر الإرهابية، تمكنت قوات الجيش الثالث الميداني من القضاء على أحد عناصر إرهابية وبحوزته جهاز لاسلكي، وذلك بمنطقة وادي المطامير بوسط سيناء. وضبطت القوات بندقية آلية وبندقية قناصة طراز هريستل ومسدس 9 مم وثلاث خزانات آلية وثلاث خزانات قناصة و27 طلقة عيار 39 مم و30 طلقة عيار 9 مم و36 طلقة عيار 51 مم ونظارة ميدان و4 هواتف محمولة، وذلك بمنطقة وادي قعدة بمحور غندرال، بالإضافة إلى ضبط مخزن المواد الغذائية خاص بالعناصر الإرهابية جنوب غرب جبل الأحجية. وتم إحالة الواقعة وتسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية العثور على كمية من الأسلحة الثقيلة والمواد المتفجرة داخل شقة الإرهابيين اللذين قتلا صباح الأربعاء في تبادل إطلاق النار مع الشرطة أثناء القبض عليهما داخل إحدى شقق بمنطقة حدائق المعادي. وأضاف المصدر إنه بتفتيش الشقة عثر على F1 وسلاح RPG حية وثلاث قذائف وحزام ناسف وخمسة قنابل وطبنجة وكمية من الذخيرة. وأشار مصدر إلى أن تبادل إطلاق النار أسفر عن إصابة ضابطين من قوات الأمن، موضحا أنه تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. حذر الأزهر الشريف من شخص يدعى مصطفى راشد يزعم أنه أزهري ويطلق فتاوى وأفكار غريبة وشاذة لا تمت للدين الإسلامي بصلة، وينسب صاحب هذه الادعاءات إلى الأزهر الشريف تارة وتصفه بمفتي استراليا تارة أخرى. وأكد الأزهر أن المدعو لا علاقة له بالأزهر من قريب أو بعيد، وأن الأزهر الشريف لا يوجد له من يمثله في أستراليا، كما أن ادعاءه بأنه مفتي أستراليا محض كذب وافتراء، لأن أستراليا لا يوجد بها هذا المنصب على الإطلاق، محذرا من التعامل مع هذا الشخص وأمثاله من أولئك الذين يتخذون للزي الأزهري مصدرا للتكسب ونشر الكذب والأباطيل والأفكار الشاذة البعيدة كل البعد عن المنهج الوسطي الأزهري. أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار الكاتب الصحفي ياسر رزق ضرورة العمل على استغلال طاقات الشباب. وقال رزق في مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير إن الشباب هم مستقبل مصر، ويجب استثمار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقها للشباب وتوجيهها للطريق الصحيح، مضيفا هذا سيؤدي بنا إلى تجميع الشباب في كائن أكبر من روابط يشكل مستقبل مصر. ولفت إلى أن البيان الذي أطلقه مجموعة من الأولتراس يتسم بالعقلانية وعلى الإعلام استغلال هذه الفرصة لتجميع شباب مصر من الأولتراس وغيرهم وبناء مشروع وطني يجمع شباب مصر. وتابع الرئيس كان كلامه في منتهى الوضوح يريد من الشباب أن يطلع على التحقيقات لمعرفة الحقيقة كاملة، مؤكدا أنه يجب على الجميع مساندة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.